الأستاذ عبد الرحمن من الشرقية، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ أهلا بك يا فندم. حضرتك، أنا عندي سكر نعم، وسني 55 سنة. ألو، اتفضل. والله معاك. سني 55 سنة وباخد علاج السكر بقالي 8 سنوات السنة دي. ادم اسمعني يا استاذ عبد الله. عبد الرحمن يا استاذ عبد الرحمن، طول ما انا ساكت يبقى بسمع سيادتك. ماشي. فباخد علاج ديماكرون 60، واخد ده لحضرتك. نعم. بشعر دايما ان عندي وجع في رجليا من تحت دايما. حرقان شديد في رجليا ومش بقدر اقوم. لا، انا كان مدرس يعني بعاني من القصه دي. طيب. ثانيا يعني دايما بخش الحمام كتير يعني، لا عندي صعوبه في التبول يعني في البول يعني شويه، وعندي في حاله ثقل كده ناحيه الكبد شويه كده، بحس بحاله ثقيله كده شويه بالنسبه في بطنك الناحيه اليمين. في الناحيه اليمين في حاله ثقيله كده، لو اكلت اي حاجه مثلا فيها دهون ولا حاجه يعني فيها اي حاجه فبحس بالثقل كده في الناحيه دي. طيب، الوزن اخر 6 شهور زاد ولا قل؟ لا، وزني ثابت 60 70 كيلو بالظبط، كان قبل كده اكتر. 70 78. قبل كده 78. ال 8 كيلو دول نزلوا امتى؟ نزلوا خلال سنه. خلال عام يعني. السكر الصايم كام وبعد الاكل بساعتين كام؟ الصايم 220 واللي بعد الاكل بساعتين 280. وانت مبسوط كده سيادتك؟ مبسوط انت سيادتك؟ عاليين جدا طبعا. طب بتاخد اخر حاجه وبتقفل عشان ما تعبكش، بتاخد علاج ايه سيادتك؟ باخد ديماكرون 60 بس. طيب، الف سلام. عاوز حاجه للسكر، وعاوز حاجه لناحيه الكبد ديت، اي حاجه من. طيب، الف سلام. الف سلام، عشان ما ازعلش منك وانت راجل مدرس. الناس بيعاملونا ان احنا بتوع اعشاب، ده بيزعلني جدا جدا جدا. ايه عايز حاجه دي؟ ما نجيب لك كمان حاجه للفطار، واخبار يعني نشوف له حاجه يلبسها. احنا بنشخص، احنا مش بتوع اعشاب، احنا مش بتوع رؤيه، احنا مش بتوع اسهال، احنا مش بتوع وجع في الجنب، احنا بنشخص المرض. شخصت اديت علاج، ما شخصتش مش هديك علاج. لازم تكون فاهم كده كويس. بالنسبه نبدا بجنبك اليمين، تعمل اشعه تلفزيونيه 90% دي المراره، واحيانا بتبقى المراره في مرضى السكر فيها حصوات او ما فيهاش حصوات. انت عندك اتصال؟ الاستاذ ايهاب ضياء. طب خليك معايا يا عم ايهاب، ربنا يبارك فيك. ليه المراره بتبوظ في مرضى السكر؟ يا اما حصوات والتهابات، عشان السكر بيزود التهابات في اي حته في الجسم ومنها المراره، يا اما اليه تفريغ العصاره الصفراء من المراره للامعاء بتبوظ نتيجه اختلال في وظائف المراره ناتج عن اصابه الاعصاب الطرفيه. الاعصاب اللي بتغذي المراره بتبوظ، الاسلاك بتبوظ، فالكهرباء تروح للمراره غلط، فتيجي تفرغ ما تفرغش، تمسك تقفش. ولا زي ما يبقى هو زكي قال حاجه حلوه، قال عف مع الوجبات الدهنيه، لان الدهن اللي بيخلي المراره تفضي الافراز بتاعها عشان تهضم الدهن. يبقى دلوقتي هتعمل لي سونار، اللي تقول لي ده حاجه لجنبي، بكره جدا الموضوع ده، اللي يكلمني كده ما اتصلش، لان بحس ان انا ابو هو عايز يخف على طول. لا لا، مش كده، هم متعودين يكلموا الاعشاب. يقول لك اديني حاجه لراسي، اديني حاجه لرجل، اديني حاجه لجلدي. انا متهيألي كده المشاهدين فهم ويقين يعني. ولا ابدا والله، حريص. ده احنا عاملين نتكلم من زمان، لسه ما خلصتوش. لسه خلصتوش. هو بياخد ديماكرون سيادتك وسكره متنايل بنيل عالي، ده 200، وبقول لك ومبسوط. سكر سيادتك بايظ، ووزنك يعتبر مش عالي، وبالتالي الجلوكوفاج مش يعني، كنت نفسي اضيفه لك. فهناخد حاجه كده اسمها فيلدا جلوس، دي حبايه قبل الغداء وحبايه قبل العشاء لمده 21 يوم الى جانب الديماكرون. كده ظبطنا السكر، يبقى رضا قوي. نيجي حضرتك على الحرقان بتاع رجليك وايديك، مش هيتحسن قبل ما السكر يبقى طبيعي. طب هنفضل نايمين كده؟ ادي احنا نحاول بحاجه رخيصه. تاخد تجريتول 200 مللي جرام حبايه قبل النوم لحد 21 يوم. بعد 21 يوم تكون عملت اشعه جنبك اليمين اللي هي البطن، اشعه تلفزيونيه، تكون حللت لي سكر صايم تاني بعد 21 يوم بعد الاكل بساعتين، ونقيم الموقف، وربنا يجازيك ويجازيك خير. لان انا زعلان منه لانه راجل مدرس.
ما اكيد يعني بقى كده ده بيعلم الاجيال.